كانت كل بيت يقولون الله هذا روسية دحلت بيتنا، وكل جهال هيك يقعدون يمي ويبون هيك. هي حبت هالفكرة هاي. بروسيا هذا الشيء ما موجود، يعني على قولتها احنا جارنا 16 سنة بصفنا ما نعرف اسمه. ما دحلت بالعراق أدري بي نسوان احنا اللي يلبسون هجاب وما يفتحون. تذكرهم لو جايبين لي بيبسي أحسن، يعني هي بطبيعتها تفشي الواحد. أنا أنستاسيا، عمري 28 سنوات، أنا من روسيا. عرفت مصطفى زوجي بالجامعة، كانت أنا مثل شريكة بالجامعة نساعد على الأجنبيات، ويخبروني يقولون أكو واحد مريض تقدر تساعدهم. راحت لقيت هناك زوجي، وتقريبا بنفس الوقت هو اشتريت لي شو اسمه، قالت لي حاج هذا فلوس لأن أنت ساعدتني. قالت لي لا ما أقدر أخذ فلوس، يعني على قولتها إحنا جارنا 16 سنة بصفنا ما نعرف اسمه. إيه، فهي حبت موضوع العراق، والدليل على هذا لحتى هاي اللحظة أي واحد يسألها عن العراق تقول العراق يحتاج لتنظيف، يحتاج لبيئة يعني نظيفة، بس العراق بناسه طيبين. هاي جملتها دائما تحكيها، يعني شافت مجتمعنا كله حجاب ومحافظ، فقالت أنا لحتى لا أسبب إحراج إلهم، جوز راح يحكون عني، جوز راح ياخذون اثم، فانا راح اتاقلم بنفس المجتمع والبس نفس. هذا مش تجاوب جديد، هذا الشيء انا شفته يعني وانا بالطفوله كنت ابغى علي بالتلفزيون. هاي الفكره كانت براسي من الطفوله، انه ان شاء الله اقدر بيوم من الايام اوزع للناس وغيره. بروسيا ما اقدر لان هذا الشيء عندنا ما موجود. فمن جيت العراق شفت هذا الشيء موجود، باول يوم دخلت يعني دقوا على الباب وزعوا لنا ثوابات وغيره، وجتني فكرة يلا خلي أطبق فكرتي اللي كانت عندي، وبديت أوزع للناس وأنا مرتاحة بغض النظر عن هم فقرة أو مو فقرة، بس أنا أحب هذا الشيء أسويه. اليوم جابولنا أكل غذاء، ناس ما نعرف منو لأن إحنا أصلاً أول مرة هنا، وأمي من شايفت هذا الشيء 3 مرات خبر بروسيا على أهلي وناس تعرف، تقول تعرفين شيني يجيبون أكل ما ادري منو ما ادري ليش، وطيب يخفى في راكيا بوكالنا. السبب انه انا جيت للعراق، اول شيء جيت وي بنتي ناستيا واطفالها، هذا الشيء ثقيل عليها وجنط واطفال، فهي قررت اجي وياها حتى هم اجيبها واساعدها واجيبها للعراق، وهم اتعرف على اهل مصطفى وعائله ناستيا اللي حاليا هي عايشه بها، وعرفت انه انطاهم المحافظ بيت، وهذا الشيء يعني غريب عندنا، وحبيت ادخل للمحافظ بنفسي واشكره، وهم اشوف البيت شنو وضاعه شنو نقيصته، ويعني وهم اتعرف على عائله مصطفى.